مساء الخير لكل متابعين قناة كنار، قناة صوت العرب من كندا، وأهلا بمتابعين طريقك إلى السعادة مع كوتش ريم. سعيدة جدا بلقائنا في حلقة جديدة من طريقك إلى السعادة، كل يوم جمعة الساعة 7 PM Eastern Time. فشكرا لكل متابعينا وأهلا وسهلا فيكم. خلينا نبدأ. طبعا عنوان حلقتنا اليوم كتير حلو، لأنه الوقت توقيت مناسب جدا لهيك حلقة. بحاول بس ألاقي نحط الكل بسألنا على عنوان الحلقة دائما. فبدنا نحكي على اليأس. في كتير ناس بتصاب بالإحباط ومصابة حاليا بالإحباط وباليأس من الظروف اللي عم بتتم، ولكن بشكل عام دائما في عنا أسباب بتصيبنا بالإحباط. بدنا نعرف شو يعني اليأس، ليش بنوصل له، وشو المشاعر اللي بتكون مصاحبة له، والأهم من هذا شو الحلول. إحنا دائما بنعرف المشكلة وبنلجأ مباشرة إلى الحلول. أهلا وسهلا ب الأستاذ المصري ومع الجادات، وأهلا في كل المتابعين. خلينا نبدأ. الشعور باليأس هو شعور بأنه إحنا علقانين في مكان مش عارفين نطلع منه، أوكي؟ حاسين حالنا كأننا بنمشي على رمال متحركة، حاسين أنه اليوم بيشبه مبارح والأيام كلياتها بتشبه بعض، ومش حاسين أنه بكرة لما نقوم رح يكون هو يوم جديد علينا نهائياً. عم نحس أنه الأيام كلياتها متشابهة، مملة، مليانة روتين. بتبقى الشمس برا كتير طالعة، ولكن إحنا في داخلنا بيبقى في ضباب كبير. هذا هو اليأس. إذن الشعور باليأس برضو بيجيب لنا أفكار كتيرة، زي ما بنصير نقول إنه هاي الحياة غير عادلة، بنصير نسأل إنه ليش أنا بصير معاي هاي الأمور. يعني كأنه وصلنا لمرحلة إنه متأكدين ما فيش حل ولا في مكان إنه نروح عليه غير المكان اللي إحنا موقفين فيه وعلقانين فيه. كمان بتيجينا أفكار، يعني بنيجي إننا نحكي مع الإنسان اللي يأسان بقول لك جربت كل إشي ما فيش إشي ظابط، صار عنده شعور 100% إنه ما فيش إشي رايح يزبط معه. جربت، لنفرض إنه شخص بيحاول يفقد وزن بيقول لك جربت كل أنواع الدايت ما فيش إشي ظابط معي، جربت كل أنواع العلاقات. الناس اللي عندها تجارب عديدة بالعلاقات، بالصداقات، بالعلاقات الأسرية، جربت كتير ناس وأنا بوصله لمرحلة اليأس ببطل، بده يجرب كمان مرة ويجرب يعيد حياته على to start again one more time. برضو نفس الاشي الشغل، حدا بيعمل اكتر مشروع لقى فاشل او بيدور على شغل لمدة معينة بعدين بيقول انه انا قررت انه ما في الشغل، يعني البلد حالها كلها واقف. كأنه بنقلع حالنا انه الفكرة الموجودة في راسنا هي حقيقية، ونؤمن بالمكان اللي احنا معلقانين فيه، وبنبطل نحاول التحرك نهائيا. فاذا هاي هي مجموعة الافكار اللي بتضل مسيطرة على الشخص اللي بيصاب باليأس. عندنا ناس هلأ صار عندها احباط ويأس من انه قصة كورونا مش رايحة تتحرك، يعني مش رايحة تروح. طبعا اهلا وسهلا، انا مش عارفه اقرا الاسامي كلها في داخلين بحرف، بس طبعا برحب فيكم. الاستاذ المصري او الانسه بيقولوا لنا فعلا هذا شيء واقع للاسف، خصوصا في الظروف الحاليه مع كورونا. في كتير ناس يأسف من انه كورونا راح تروح وان دي، وانه الحياه ممكن ترجع لطبيعتها، مع انه انا بظن انه حتى الحياه نفسها اصبح لها طبيعه جديده، يعني لازم نتاقلم معها ونبدل ونغير. بس احنا طبيعتنا بهذا البرنامج بنطرح المشكلة ولكن بنركز على الحل، يعني معظم الحلقة بنقضيها ندور على حلول ونشوف كيف ممكن نوصل لحياة أفضل ولمكان أفضل. خليني أقول لكم كوت أو أقوال يعني مشهورة في هذا المجال. عندنا مايا أنجلو حكت: إذا ما قدرت تعمل تغيير بواقعك، اعمل تغيير بطريقة تفكيرك لعلك تجد حل جديد. يعني من أجمل ما قيل في موضوع اليأس وموضوع الإحباط. إذا ما قدرنا نعمل التغيير في الواقع تبعنا وصرنا مجربين كتير شغلات، ليش ما نعمل تغيير بالطريقة اللي بنفكر فيها علنا نجد طريقة جديدة للتفكير. برضو أنا برأيي إنه مش عدل إني أظل أجرب، إني أكون أنا نفس الشخص بجرب نفس الطرق، بستخدم نفس الأدوات، وأخيراً أشعر بإنه النتائج ظلت نفسها. النتائج رح تظل نفسها لأنه إحنا بنستخدم نفس الطرق ونفس الأدوات في هذا المجال، فهذا شيء طبيعي. إذا كمان عندنا للناس اللي وصلت مرحلة حاسة حالها وصلت لباب مسدود،
بنقولكم انه احلك الساعات قبل الشروق، اللي هي احلك ساعة هي اللي بتيجي قبل شروق الشمس، فما تيأسوا رغم انه الوضع كتير كتير، خلينا نقول اذا كان سيء لهالدرجة او انتم فاكرينه سيء لهالدرجة، تأكدوا تماما انه احلك الساعات اللي بتيجي قبل الانفراج وقبل شروق الشمس. وكمان في كتير من الأحيان اللي بتبدو إنه النهاية في الواقع، ولكن هي بتكون بداية جديدة، لأنه كل نهاية شيء هي بداية شيء جديد، فالنهايات هي أيضا بدايات نفسها. فإذا خلينا نقول إذا أنا اقتنعت بهذا الكلام وبدي أبدل حياتي، أنا أوكي عارف حالي إني قصة اليأس كمان مرات بيكون نوع من الاكتئاب طبعا، لأني أنا مش شايف حل ومش شايف حياتي موجودة ولا في مكان ولا هي ممتعة. قبل ما نبدأ بالحلول بدنا نستعرض شوية أراء، لأني أنا جدا بهمني تفاعلكم معاي، وبشكر كل اللي تفاعلوا حطونا مسجات. مع ننجدات وصولنا لمرحلة متقدمة من اليأس نتيجة التضييق والسياسات الفاشلة للحكومات، وخلو المواطن يتمنى يهاجر إلى، وخلو المواطن يتمنى يهاجر إلى أي دولة، أو الإنسان يتمنى أنه يخلص من حياته، وما خلو الإنسان فسحة أمل حتى ضوء قادم من بعد حياتنا ظلام. يعني أنا آسفة أنك تشعر بهذا الشعور يا أستاذ معن، في عدة أسباب للأمور وتستطيع دائما التقدم إلى الأمام. أهلا فيك سيدة أسرار، وأهلا يا سيد صهيب. نرجع لموضوعنا. إذا إحنا قلنا إحنا دائما بنركز على الحلول، خليك معنا يا أستاذ معن وخلينا نشوف شو الحلول اللي ممكن نعملها. أنا معك إنه أنت حاليا بتحكي عن وضع دول مثلا، ولكن إحنا بدنا نقول خليني أبدأ في نفسي، إذا قدرت أصلح نفسي فأنا بلاقي على الأقل، خلينا نقول بدل ما نكون مليون محبط خلينا نكون مليون إلا واحد محبط. فخلينا نشوف شو ممكن نعمل عشان نخرج من هاي الدائرة. مش شايفين حلول، لازم تيجي الحل من حدا آخر، أو لازم حدا يعطيني، أو لازم الوضع العام كله يتغير عشان أنا أكون سعيد. أول حالة لازم نخرج من نمط التفكير اللي إحنا موجودين فيه. يعني إحنا قاعدين بنفكر وشايفين إنه ما فيش حل إلا هذا اللي قدامنا، أو أنا مش شايف حل أساساً لأنه لازم أشياء كتير تتغير. شو رأيكم سواء كان الموضوع هو إنه بدي أخسر وزن، آسفة، إذا كنت أنا بدي أخسر وزن، أو أنا حاب أزود من دخلي، أو حاب أخرج من حالة الاكتئاب، حاب إنه علاقاتي الأسرية تتحسن، أول شغلة لما توصل لطريق مسدود بدك تبطل، بدك تخرج تسحب حالك نفسياً من المشكلة. يعني أسهل إشي خليني أقول لكم هذا المثال. إذا واحد قاعد بحل في مسألة الرياضيات أو بحل في مشكلة معينة، طول ما هو وصل لمرحلة إنه في pattern بسموها أو نمط للتفكير بوصل طريق مسدودة، لازم ننسحب من هاي المشكلة، لدرجة إنه الأولاد الصغار وهم بيعملوا math work خلينا نقول الرياضيات، إحنا بنقولهم قوم عن المسألة اعمل إشي مختلف تماماً، لأنه مسألة الرياضيات بدهاش يومين وثلاثة، ابعد عن الكتاب نص ساعة 45 دقيقة وارجع لهي المسألة. عادة وفي معظم الأحيان بلاقي حلول. فإذا أول شغلة لازم نكسر نمط التفكير اللي موجود عندنا ونروح لحل آخر، نروح لطريقة أخرى في التفكير. أنا هذا رأيي يعني كبداية كخطوة أولى، إنه نبعد عن هذا التفكير نتفة، وننسحب شوي من هاي المشكلة ونعطي عقلنا بريك عشان يعطينا حلول مختلفة عن اللي بقى يعطينا إياها. الفترة محددة حسب المشكلة اللي مطلعة فيها. حتى على فكرة مشاكلنا الأسرية، أوكي، حتى مشاكلنا الأسرية بنلزق فيها وبنصير بدنا نحلها وبدنا نحلها هلأ، مع إنه في معظم الأحيان نبتعد عشان نحل، نبتعد عن المشكلة عشان نحل، نبتعد عن الشخص اللي إحنا وياه مش قادرين نتفق عشان برضه نحل، عشان نوصل لحلول مختلفة عن اللي بقينا نيجي فيها. أوكي، فضروري أول شغلة الابتعاد العاطفي ونفك ارتباط بيننا وبين المشكلة، نبطل نفكر فيها، نعطي حالنا بريك ونتركها على جانب كأنه بنقولها اقعدي هون المشكلة مش رح تروح ولا محل. أول عن آخرتنا بدنا نرجع ونلاقيها قاعدة وبتستنانا المشكلة، فحطوها على جانب وبترجعوا لها later on.
سيمون، أهلا وسهلا فيك وفي متابعتك. بقولنا سيدتي، هناك أشخاص مستعدين لليأس من كلمة، محبين سلف، وهناك أشخاص رغم كل الصعوبات بينجحوا. تحياتي لكم الفنان والصحفي والإعلامي المخرج سيمون باسكال مونتريال، أهلا وسهلا فيك وشكرا لمتابعتك، سعيدين جدا بوجودك معنا. معك حق، في ناس more resilient than others، يعني في ناس عندهم قدرة على أنهم يقاوموا أكثر من الناس التانيين، في ناس قادرين يستمروا أكثر من الناس، في ناس ما فيش عندهم إشي اسمه إحباط، بالعكس لما يشوفوا صعوبة بتلاقي عندهم more يعني بيستقوا أكثر. ولكن للأسف في ناس لا تصاب بالإحباط، وكل بتهيألي في مرحلة معينة من حياتنا بنمر برضو في مرحلة إحباط بتأثر علينا. قبل ما نروح على النقطة الثانية اللي أنا محضريت لكم إياها، بدنا نشوف كمان معانا تعليق. أكثر أسباب اليأس عند الشعوب العربية خصوصا الحالة المادية، وقد تحول للأسف طبعا وقد ما يحول يحسن صعب، ومع احترامي رأيك أنه يغير من طريقته بالتفكير أو العمل بتكون مغامرة، خصوصا بكونه مسؤول عن أكثر من شخص، هذا يسبب إحباط وعدم تقدير اليأس. لا، أنا ما بوافق معك أستاذ المصري، أنا بقول لا، لازم نغير، لأنه إذا طريقة تفكيرنا جايبتنا الفقر حاليا فالنتائج مش مبهرة لدرجة أنه نخاف أنه نبعد شوي. بعد شوي انا ما بقول لك غير العمل على فكره، يعني في كثير مرات بيجي الاحباط سببه انه انا مش مبسوط في عملي. الحل مش دائما اني اغير العمل، ولكن اني اغير طريقتي في هذا العمل. وهون يا استاذ المصري، هون اللي بوقف معنا اللي بصير الخوف. الخوف مانعنا انه نتغير، انه نغامر، انه نجرب اشياء كثيره. ورغم انه كل اللي جربوا لقوا انه في فائده من هذا الامر. اتمنى اني اسمع رايك. شكرا لمشاركتك طبعا. الأمر الآخر، بدنا نعمل هلأ العقل لما يصير بيفكر في مشكلة كتير وبحس حاله محبوس في زاوية، بيصير عنده مشكلة إنه مش قادر يركز. فالنقطة الثانية اللي أنا بدعوكم إلها إنه تعملوا فترة راحة للعقل حسب الإمكانية وحسب المشكلة، يعني إني ما أفكر كتير، إني أخذ مرحلة إني ما أفكرش كتير في الحل، يعني أبطل أرسع وراء الحل كتير لمدة معينة لإراحة العقل، يعني زي ما نقول استراحة محارب. مش إحنا بدنا نتركها بالمرة ولا بدنا ناخد بريك خفيف، نشغل نفسنا بأشياء جديدة. أوكي، هاي 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 على فكرة أنا I coach people every day، يعني هلأ آخر جلسة أنا عمليتها من يمكن نص ساعة. I coach people every day it never fails. لازم تاخد فترة راحة شوي، تبعد عن المشكلة. احنا قلنا بعدنا عن المشكلة فكريا، ابتعدنا عنها حتى عاطفيا شوي لانها موجودة مش راح تروح. رقم اثنين، ريح حالك شوي باشياء جديدة، اعمل سيلف كير. السيلف كير اللي هو العناية بالشخص، يعني اعتني بنفسه، بتعود علينا بعائدات كتير اكتر من اني اضل احط حالي تحت الاسترس. لنفرض أنا رجل أعمال وعندي بزنس، بس أنا حاس حالي إذا بوقف دقيقة رح تخرب الدنيا، بأكد لك ما رح تخرب الدنيا، لأنه لما نرجع ومعانا فريش زي ما بقولوا نظرة جديدة فريش على العمل تبعنا، بتكون أنت الأفكار الخلاقة هون بتبدأ تظهر. سيلف كير، روح امشي. احنا بنقولش يعني اشياء كتيرة او بعد كتير عن اهلك وعن الاشياء اللي بتحبها، حتى بدك تحيط نفسك في جو يخلي العقل يكون في مكان راحة، في مكان استرخاء، بحيث انه اذا تفرجت على التلفزيون بتفرج اشياء مريحة، مش بروح بتفرج على اخبار تزيد من ضغطي النفسي وبعدين برجع لشغلي وبعمل كل القرارات الخطأ. حتى الدماغ عشان ياخد قرارات صح لازم يكون في حالة راحة، في وضعية راحة، لازم يكون في وضعية تسمح له باتخاذ القرارات السهلة. وإحنا بنقول في حالة إنك تكون موجود في حالة اكتئاب أو في حالة اليأس ما تأخذ قرارات مهمة ولا قرارات صعبة، يعني حدا يأسان من كل العلاقات فبروح بتجوز أول شخص تقدم له، يعني هل برأيكم هذا قرار صح؟ بالتأكيد لا. إذا اللي بدنا نعمله إنه ندخل في نريح العقل ونعطيه أشياء بسيطة جدا ونعطيه فترة بريك إنه يبطل يفكر في هاي المشكلة. صرت عاملة كوتشنج لمئات الناس so far و it never fail، لأنه نحتاج نروق شوي عشان نوصل للحل. أوكي؟ فاتفرجوا أشياء مبهجة، روحوا امشوا. أنا رأيي ابعدوا عن التلفزيون نهائيا، but if you have to إنه نقي الأشياء اللي بتفرج عليها، روح امشي في الطبيعة، اسمع موسيقى هادية،
اللي الناس اللي ما عندها مانع انها يعني تمارس التأمل، لانه في ناس ضد التأمل بيقول لك ايش هذا، فيش اشي بيريح العقل بوصله لمرحلة انه يعطيك حلول خلاقة قد التأمل اللي هي المديتيشن. فاذا بتقدر تدخل في حالة مديتيشن انا كتير كتير يعني بنصحكم تعملوها. رقم ثلاثة، الحل رقم ثلاثة، يعني الحلقة معظمها نركز على الحل. في حال لقيت نفسك ستك مش قادر تتحرك، البزنس اللي انت ماشي فيه بلف في دوائر ومش قابل يتقدم، علاقاتك العائلية او الاسرية او الصداقات كلياتها مش صح، اللي بدك تعمله حسب بعد ما تاخذ راحة مدة شوي، قد ما بتقدر تطولها لهي المدة طولها، يومين ثلاثة مش شهر، يومين ثلاثة اربعة، ابدأ بالبحث عن الحلول. هون انا بقول لك ابدأ بالبحث عن الحلول، بس خلينا نشوف إذا معانا آراء برضو جديدة، عشان أنا بحب الطريقة الحوارية، ما بحبش الطريقة الإلقائية. أستاذ المصري، أنا بالعكس مستمتع بكلامك وعم أعطي أمثلة حتى أستخرج أكبر كمية أجوبة منك للاستفادة، شكرا جزيلا لك ولمشاركتك، وأنا حتى لو كنت يعني مخالف لرأيي أنا برحب برأيك، لأنه ما بنقدر نتعلم طول ما إحنا موافقين مع بعض 100%. But it's very good. Thank you so much. بعد عدة شوفوا بعد ما ناخذ بريك يومين ثلاثة أسبوع، مرات لما نقدر نهدى ونقدر نوصل للمرحلة الهدوء النفسي، بنبلش ندور على حلول، بنبلش ندور على حلول. هون برضو هاي it's a huge issue، بندور على حل من المصادر الصحيحة. يعني ما بروحش أسأل واحد مكتئب بنفس الشغلة. الكلب اللي عندنا عنده لعبة وقاعد بيلعب فيها وماخذ راحته، أنا آسفة. فإذا لما نبلش ندور على حلول لازم ندور على حلول من أماكن موثوقة، يعني من مصدر. بدها تروح تسجل مثلا، عندك بزنس مش قابل يتحرك، مش غلط إنك تروح تاخذ دورة فاينانس، دورة رجال أعمال، تروح تاخذ يعني ما تسألش قريبك ولا صديقك أو واحد تاني بيعاني من نفس المشكلة، أوكي؟ اسأل حدا مختص. عندك مشكلة عائلية، دخلنا الأهل من هون ومن هون، أجا وقت إنك تاخذ رأيه حدا محايد. أجل وقت إنك تستثمر في هاي المشكلة بالطريقة الصحيحة، يمكن أجل وقت إنك تمسك كتاب بحكي عن المشكلة اللي بتعاني منها. بنفس الوقت إذا هي قصة وزن أو كذا، يمكن أجل وقت إنه نستشير حدا مختص يقولنا شو الإشي الصح، مش أشوف دعاية فيها دواء ممكن يضرني بقية حياتي. فالحقيقة هذا إشي ضروري جداً، إنه ندور على حدا عنده خبرة يقدر يساعدنا، عنده ملف يعني بيقول إنه هذا الإنسان هو الصح إنه يساعدنا. بالاكتئاب نفس الشيء، لازم نشوف حدا يساعدنا، يعلمنا طريقة جديدة للتفكير، يعلمنا طريقة لإعادة برمجة الدماغ أفكار جديدة سعيدة أكثر. فكل هاي الأشياء هي اللي بتخلينا نقدر إنه نحل مشكلة. مشكلتي أنا، في ناس بقولك أنا يئست، أنا ما عنديش مش عندي كارثة، ما بقدر أنظم وقتي. فهاي المشكلة كمان نفس الإشي بدها إدارة وقت. ممكن تأخذ لك سيمينار عن كيفية إدارة الوقت، تأخذ لك سيمينار تعرف ليش الناس بتضيع وقتها وشو السبب النفسي وراء هذا الإشي. فدائما لما تدوروا على حلول دوروا عليها من المصادر الصح. نصيحة. أوكي، الأستاذ معن معانا كمان مرة بيقولنا مقولة: ما بعد الضيق إلا الفرج. من أجمل المقولات، لازم يجي الفرج، بس هلأ بدنا نركز على نقطة إني ما نستنى الفرج يجي لحاله. أصبحت بالي لا مكان لها، أوكي، وأصبح ما بعد الضيق إلا الضيق، الدائرة تضيق والأمل يتلاشى. للأسف أنا آسفة إنك تشعر بهالشيء حاليا، واسمحي لي أحكي لك. أكيد بعد العيش في ضمن قوانين ونمط حياة في دول تحترم مواطنيها وتقدرهم وتقدم لهم كل سبل الراحة، ليس مثل أن يعيش في دولة تذل وتحتقر مواطنيها وتستخدم كل أدوات رقم الحرية. أنا بعرفش من أي دولة بتحكي بصراحة، مش المفروض إنه يعني نحكي، بس خليني أقول لك، هل يمكن نقول إنه الدولة كلها يعاني المواطن من إحباط؟ وهل إنه بقدر أقول إنه بدل ما أنا أقعد مع كل المحبطين، هل بقدر أنشل نفسي أوكي من هذا الإحباط وأكون أنا صورة؟ يعني غاندي لما حكى كن أنت التغيير الذي تود أن تراه في هذا العالم، هل ممكن أنا أقول بدل ما نكون ألف مزربل نكون ألف إلا واحد؟ يعني هل ممكن أن تساعد نفسك؟ برضو إحنا مشكلة بتوصل، أنا بعرفش يعني شو اللي عم بصير وعن أي بلد بتحكي، ولكن في مرحلة ما
بنوصل انه في تعلق شوي في المشكله، ولكن انا ما بقدر الا ايدك انه في ظروف دول بتساعد على النجاح، في ظروف دول لا تساعد، ولكن في كل دول العالم يوجد ناس نجحت واخرجت نفسها. اذا قدرت تنجو بنفسك اتمنى ذلك. الأستاذ المصري بيقول يمكن الكلب عم يعطينا طريقة تعليمية للتخلص من الضغوط بشيء مختلف لنبتعد عن فكرة اليأس. الحقيقة إذا بدي أقول لك من أفضل الأشياء اللي عملناها إن نجيب بابي على البيت، لأنه فعلا بيدخل البهجة والسعادة على البيت كلياته. شكرا لك. أوكي، فإذا إحنا قلنا بدنا نجيب ارتحنا وريحنا العقل، وبدنا ندخل وروحنا تسلحنا في المعلومات الصح من المصادر الصح، يعني جبنا إشي جديد علينا، تعلمنا معلومة جديدة، تعلمنا طريقة جديدة للتعامل مع الحياة. أوكي، رقم أربعة اللي النقطة الرابعة، أنا بقول بدنا نتسلح بطرق جديدة لحل المشاكل. أوكي، لأنه إحنا ارتحنا، أعطينا عقلنا بريك، رحنا أخذنا سيمينار، وظفنا كوتش تشتغل معنا. كمان شيء جيد إنه نتخيل الحل، إذ مع إنك أنت مش شايفه للحل تخيله، لأنه كتير بيحكوا إذا بتقدر تتخيل إشي بتقدر تحصل عليه. تتخيل هذا الحل، يعني بتعيش حالك شوي في جو الحل هذا، كيف حياتك رح تصبح بعد هذا الحل. تبدأ الآن بتحديد طرق جديدة لحل المشكلة. أوكي، لابد إذا العقل ارتاح ووصل لهاي المرحلة إلا إنه يقدر يعطيك حلول. الحلول تجيش دفعة واحدة، بس عشان نكون واقعيين وما كونش إني والله أنا جربت ولي أربعة أيام ما عم بعمل إشي وما فيش حل. الحلول بتيجي تدريجية، العالم كله، حياتنا ككون ميسر ومسير بشكل تدريجي، فالحلول بتيجي عن طريق أفكار صغيرة. أوكي، إذا أوثقت فيها ولحقتها ستؤدي فيك للنتيجة الكبيرة. إذا بعد كل هاي الأشياء العملية، ابدأ بالتسلح بطرق جديدة من اللي تعلمته من خلال كل هالرحلة اللي قلناها. صرت أنت مرتاح نفسياً وتعلمت شيء جديد، ابدأ بتطبيقه. هلأ برضو الأستاذ معن، هذه هاي نقطة منيحة إليك، لازم يكون عندنا ثقة إنه الطرق الجديدة فيش خوف. مش كل الطرق الجديدة بتخوف ومش كلها غلط، وما بدناش نركض على أول حل بنلاقيه، لأنه إحنا قاعدين بنخرج مرحلة اليأس وبنغير في حياتنا مرحلة. أوكي، فأنا بقول لا، أوثقوا إنه في حلول. بدون ما أوثق إنه في حلول استحالة أقدر ألاقي الحل. يعني بمعنى إذا أنا بقول لكم إني أنا جبت كاسة وكسرتها، وجيت أقول لكم أنا متأكدة إني كسرها بس دوروا لي عليها، استحالة. العقل ما بيرفض هذا النوع من التفكير، لأنه هم إذا بتقول تفكيرين بيلغوا بعض، واحد من الأفكار بيقول ما فيش حل، وواحد من الأفكار الثانية بيقول شو اسمه، لا مليان حلول. لازم توثق إنه أكيد في حل لو أنا مش شايفه حالياً. أوكي، وإنك رايح توصل بالصبر، بدك صبر وبدك شوية تأني قبل ما تأخذ القرارات، خاصة الأولى بعد هاي المرحلة. فلذلك يعني موضوع انه والله اليومين ثلاثه والحل ما اجاش، اليومين ثلاثه ومش شايف انه في تغيير. انا كثير برضه بشتغل مع الاسر اللي عندها مشاكل عائليه، وبنحكي بقول لهم انا يو هاف تو تراست مي، يعني بده يكون في ثقه بيني وبينكم، واعطوني وقت. فبيجوا مثلا حدا بعد اول جلسه او ثاني جلسه، والله ما فيش تغيير الا 10%. ذاتس بيرفكت. اوكي، فلازم تشوفوا التغييرات وشو قاعده بتحط، يعني بتغير في حياتنا لو تغيرات صغيره. لازم الصبر، الموضوع بده وقت. اوكي، وانا بفضل اني افكر انه الموضوع بده شهرين عن اني افكر انه الموضوع بده ساعتين وبعدين احبط كمان مره عشان الطريقه اللي بجربها مش صح. شكرا يا انس. كيف للعقل أن يرتاح ويوجد مشكلة دايرة؟ يعني ما في طريقة للفصل؟ لا، في طريقة في الفصل. المشكلة دايرة. خليني أقول لك أنس، المشكلة ما رح تهرب، المشكلة ما رح تهرب، رح تكون موجودة. العقل بيرتاح لما نشغله بإشي تاني، عشان هيك أنا قلت غير نمط حياتك. يعني أنت بقيت قاعد وبتستنى في المشكلة تنحل عشان تنطلق في الحياة، أنا بقول انطلق. المشكلة لا رح تهرب ولا رح تتخبى منك، فممكن تمحي من حالك وتروح على منطقة فيها شجر أو على البحر وتمشي.
انت ما تركت هالمشكله ولا كنت نجلكتنت واعطيت، هاي ريحت عقلك، اعطيته بريك. وكل ما تيجي هالمشكله على الفرونت على العقل بدها تفكر فيها، بتقول انا هلا انا حطيتها على جنب ما بدي افكر فيها. كل شيء يبدا بقرار سهل جدا، او خلينا نقول ممكن، ولي ممكن مش سهل كتير. اذا اوثق في انه في حل، اوثق انه في اجوبه سريعه. ما فيش العقل، نعم زي مساله الرياضيات، من لا يمكن الا واحد فينا يامر فيها هو يا اما اولاده. يعني انا اولادي بتذكر قاعد بيقول لي هاي المشكله ما بتنحل واكيد فيها غلط والاستاذ كاتب الطريق الرياضيات غلط. فكنت اقول لهم اوكي خلينا نطلع ناخذ البسكليتات ونروح برا شي نص ساعه، يشموا الهواء، او خذ لك كاسه عصير، اعمل لك شيء، ونرجع نقرا المساله الرياضيه من اول وجديد ونلاقي حل. دائما يوجد حل. اوكي، فهي طبعا امر صغير بنحل بسرعه. اذا مش رح نحصل على الاجوبه بشكل مباشر، ولكنها ستاتي بشكل منتظم. كل ما كنا في حاله استرخاء اكثر، كل ما لقيتوا الاسئله اكثر، صدقوني، بعكس ما احنا بنفكر. احنا بنفكر كل ما شدينا على حالنا، كل ما انه انا بدي الاقي حل حاليا، ما بتقدر، لانه العقل زي بصير معه زي بانيك، بصير في حاله انه عم بلف في نفس الدائره، بيعطيك نفس الحل بعدين بيعطيك نفس الاجابه. اطلع من هاي الدائره عشان لما تدخل تلاقي منظر جديد خالص. بدي أرحب صديقتي نسرين ملحيس، وهي رح تكون ضيفتنا الأسبوع الجاي. الأستاذ المصري، شو تصنيفك لدرجات اليأس وهل تختلف بالنسبة لعمر الشخص؟ والله رح تستغرب يا أستاذ مصري، رح تستغرب أني أنا بشتغل مع أولاد عمرهم 17 سنة وواصلين لمرحلة اليأس. يعني أنا بستغرب يعني شوي إنه قديش في مسؤولية، إنه أنا خلاص ومش شايف الحياة آخر. في يأس بوصل الإنسان لا قدر الله طبعاً بوصله للانتحار، لأنه بشوفه إنه الحياة ما ضل فيها، ما فيها ضوء في آخر القناة أو في at the end of the tunnel. أوكي، فهدول للأسف ما في عمر محدد لما نوصل لهذه المرحلة. في ناس كتير لما يكبر بيشعر باليأس لأنه بحس حاله بطل له أهمية. أوكي، بطل له أهمية، عشان هيك العمل مقدم على أي شيء، وإنك تعمل إشي حلو ومفيد في حياتك. فللأسف يعني ما بنقدر نحط الأعمار، ولكن درجات اليأس طبعاً بتتحدد من مرحلة إني أنا صرت أنام كتير، من مرحلة إني ما بطلت أحاول، هي بتبدأ هيك إني بطلت أحاول لأنه بكرة زي اليوم، وإذا حاولت وإذا ما حاولت رح أحصل على نفس النتيجة. بتحصل إنه صرت إنه لنفرض إنه عندي شغل، بوصل لمرحلة إني المرحلة اللي وراها إذا ما لقينا حلول بسرعة بتصير تستفحل، بصير إنه أنا إذا ما بدي أقوم على الشغل، يعني إذا رحت وإذا ما رحت أنا مش متوقع نتيجة منيحة. بعدين هدول الناس في منهم بوصلوا لمرحلة يا إما بيناموش بالمرة بصير إنسومنيا عندهم، يا إما بصيروا يناموا كتير ساعات كتير طويلة، وبنوع من الهروب من هاي الحياة، وبعدين للأسف تتطور لتصبح حالة من الاكتئاب. هبة، أهلا وسهلا فيكي. لما الواحد يفكر بإيجابية إلا ما تيجي الأفكار السلبية، شو أعمل حتى أوقف هاي الأفكار؟ إحنا قلنا كتير يا هبة إنه ننتقي أفكارنا كما ننتقي أي شيء آخر. وإذا بدك ما تفكري بهاي الأفكار، بدك تلجأ إلى ديستراكشن للعقل توديه على محل تاني. كيف؟ أنا بحب القراءة بلتيف، إذا يعني القصة أخذتني ممكن أقرأ كتابين ثلاثة، وأنا بدال ما أهرب أنا بكون عم بستفيد. أنا حكيت برضو لابد من وجود إشي يلهي العقل فيه، يعني مثلا هواية صغيرة فوق كل الشغل اللي عم نشتغله برا البيت، ونشتغل بالوظيفة ونشتغل إحنا كأمهات داخل البيت، ولكن كمان لازم نشغل حالنا في شيء مفيد، إشي هيك حلو، ندخل شيء جمالي على حياتنا. اشتغلي لوني، اعملي اي شغله بسيطه ممكن تدخل بهجه قلبك. اسهل شغله ممكن تلوني ورقه مرسومه، ممكن تطرزي، ممكن تعملي صوف، ممكن تقراي، ممكن تكتبي. الكتابه رائعه، تتحدث مع العقل الباطن وبشكل سريع جدا، وبتجاوب العقل الباطن معاها فورا. فممكن تكتبي، ممكن تعملي أشياء كثيرة. في أشياء كثيرة الحلول اللي بنذكرها هي الحلول الجينيريك للكل، ولكن دائما في شغلة أقرب لقلب الشخص ولازم يلاقيها، ولازم يبتعد عن هاي الأفكار ويعيد برمجة دماغه على التفكير بأشياء معينة. وزي ما قلنا إذا ما قدرنا distract the brain، وروحي اعملي شغلة جديدة.
كمان لازم نعمل ريست للواقع من خلال إدخال تغيير. هلا إحنا هاي الأمور اللي أعطيتكم إياها اليوم كلها متدرجة، كل ستيب تقريبا بتعتمد على الستيب اللي وراها. اعملوا ريست لحياتكم من أول جديد. كيف الكمبيوتر لما يبلش يعطينا إشارات مش كويسة أو إشارات متكررة، شو بنعمل له؟ بنعمل له ريست، بنطفيه من مرة، بنطفيه تماما وبنرجع نشغله من أول وجديد. أوكي، فإحنا توقفنا عن التفكير في المشكلة، هذا ريست. أرحنا العقل بأنه أعطيناه أكتيفيتيز جديدة، بسطناه، خليناه بسطنا الأمور قدامه، بطلنا نفكر أنه لازم هلأ تجيب لي حل. ما أنت بتحط ضغط نفسي على حالك، أوكي؟ برضو هذا إشي كويس. رحنا طلبنا المساعدة من حدا وأخذنا سيمينارات وقوينا حالنا وطلبنا يعني المساعدة من حدا مختص، برضو كويس. قد تكون يعني استعنت بكوتش. هلأ كل هذا بيعتمد على إيش؟ هلأ جمعنا كل هاي المعلومات، جمعنا كل هاي المعلومات ولكن ما طبقناش منها ولا إشي. وأنا بقولكم يعني أنا ككوتش بتتراوح النتائج مع الناس حسب قديش هذا الشخص عنده قابلية إنه يطبق اللي تعلمه. يعني أنا بتيجي عندي أنا ككوتش بقول لك 1 2 3 4 بدنا نعملهم عشان نساعد العائلة يفكر بطريقة جديدة، مشان نعمل أشياء جديدة. صدقوني إذا هذا الشخص ما طبق، ومشان هيك أنا ما فيش شيء اسمه جرانتي الشغل، بقولهم النتيجة دائماً بتعتمد على قديش أنتم مستعدين تشتغلوا مع حالكم، قديش مستعدين تطبقوا كل هاي الأشياء اللي حكيناها. إذا كنت فعلاً جاد بالتغيير اللي أنا بعطيك إياها نقطة بتنفذها 3 4 أضعاف. وأنا ما بدي أخفيكم يعني أقولكم أنا إنسانة كنت، أنا قاعدة بحكي هلأ لأني أنا موجودة على عرش السعادة من أول يوم. أنا بحكي لكم لأنه من موقع إنسانة وقعت هي نفسها باليأس، وكنت في مرحلة معينة من حياتي كئيبة جدا، يعني كنت مكتئبة فعلا. وفي هاي المرحلة احنا مش بنقول احلك ساعات النهار هي قبل طلوع الشمس، فعلا انا في هاي الساعات الحالكة جدا هي اللي لقيت حلول فيها. لما وقع بين ايدي كتاب، لما شفت اعلان سيمينار على الانترنت وسجلت حالي فيه، لما سمعت عن كوتش كتير شاطرة واستثمرت بنفسي، طلعت حالي من هاي المرحلة. بس أنا I know شو يعني لما الإنسان شو بيشعر لما يكون في هاي الأمور. إذا ما طبقنا اللي بنتعلمه، مستحيل اللي قاعدين بنتعلمه، إذا كيف بده يتغير الواقع؟ كيف بده يتغير الواقع؟ إذا بدك تعمل ريست للواقع تبعك، بدك تطبق كل إشي تعلمته سوفر، أشياء جديدة. يعني تعتبر almost من الحماقة إنه نضل نجرب نفس الأسلوب ونتوقع نتائج مختلفة. بنفعش، لازم أنفذ إشي جديد، أنا أكون شخص جديد فأحصل على نتائج جديدة. فهذا ضروري جدا برضو ناخدها. أوكي، خلينا نرجع لتعليقاتكم. معانا هبة بتقول أحيانا أنا بلعب مع الأولاد بالبارك بتيجي هاي الأفكار. إذا وصلت المرحلة إنها بتأثر على حياتك، لازم تلاقي حدا يساعدك يا هبة، ضروري، ويساعدك لمدة طويلة شوي مشان تقدري تستفيدي. يعني مرات إعادة برمجة الدماغ أفكار جديدة الحقيقة بياخد وقت، فتواصلي مع حدا. معي أنا طبعا بكون أكثر من سعيدة إني أساعدك. بتلاقوني دائما على ماسنجر، على اليوتيوب، تبعتوا لي مسج وأنا طبعا دائما بكون موجودة. السيد المصري بقولنا شو الحل لما بكون الإحباط واليأس عم يأتيك من ناس من حواليك وبنفس الوقت ما بتقدر الابتعاد عن هاي الناس لأسباب عائلية وعلاقات أسرية؟ معظمنا في بحياتنا علاقات محبطة، علاقات سامة، أو هم ناس مناح كتير بس محبطين. هدول إحنا قلنا حلين بصراحة، بما أنه أهلنا أو ضمن العائلة تبعتنا، القضاء أقل أوقات معاهم، قضاء أقل أوقات معهم. أنت نقي الموضوع اللي أنت بدك إياه. لما يبلشوا في سرد، لأنه هدول المزري بيحب بيقولوا misery likes to have a friend،
الناس اللي بهاي الحالة بحبوا دائما يحسوا انه اللي حواليهم معاهم في نفس البوت، فانت بتقدر انه الموضوع لما تشوفهم بلشوا بدهم يحطوك ويقولوا لك الدنيا قد ايه خربانة وقديش الامور مش كويسة، بتقدر انت تاخذ حالك تقول انا عندي مشوار، عندي موعد، بدي اقوم اسوي لكم كاسة شاي، انتوا ارتاحوا، اعمل لهم صدر كنافة، اعمل اللي بدك اياه، بس المهم الوقت اللي بتصرفه معهم تجادلهم مش تحاولش تغييرهم. كتير للأسف الناس المحبطين إذا بنحاول نغيرهم بيحسوا كأنه هجمنا عليهم، وبيحبطك وممكن يحبط معك كمان فريق كرة قدم. فاللي أنا بدي أنصحكم فيه نصيحة، لا تجادل، اصرف وقت أقل وتحكم في المواضيع اللي بتصير خلال هاي القعدة. وزي ما بقول لك، إذا أنا بقول لك هذا الألم بنفسجي وهو أو أنا بقول لك هذا أحمر وأنت شايفه بنفسجي مع هدول الناس، قلهم آه، فتدخلش في جدال لأنك أنت اللي راح تخسر هدوءك النفسي. كمان مروة، أهلا وسهلا يا مروة. معن، الأستاذ معن بيقولنا بس أتوقع طبيعة التفكير ما بتسمح لنا إنه نطرد الأفكار السلبية. ليش؟ أنت يعني أنا حاس في شوي تعلق، بتقدر تطرد الأفكار السلبية وتعيد برمجة نفسك مش بسهولة ولكن ممكنة بالإرادة. أهم إشي الإرادة، هل لديك إرادة للتغيير؟ تغير حياتك أنت بس، انسى اللي حواليك بسهولة اللي بتحكي فيها، لأنه طبيعتنا تلازمنا، لأنها موجودة فعلا، تفكيرنا رح يضل شغال. شوف يا أستاذ معن، أنا شفت ناس غيروا حياتهم 180 درجة، أنا يعني شخصياً اشتغلت معاهم وغيروا كل حياتهم، غيروا أفكارهم، غيروا معتقداتهم. هذا إحدى المعتقدات المحدة، خلينا نقول، اللي هي بتقول إذا أنا عندي فكرة كيف بدي أتخلص منها، أو بتقول إنه أنا وفكرتي واحد. أنت وفكرتك مش واحد، هاي الفكرة حدا حطها في راسك، حدا حطها في راسك من أنت صغير. أنت ليش مش مضطر تتعايش معها، مش مضطر تضل معاها؟ حر، انت حر تنقي المعتقد اللي انت بدك اياه، انت حر تنقي الفكرة اللي بتساعدك وبتريحك. فبلش نقي من هاي الافكار اللي بدك اياه. انا هاي الفكرة بتجيب لي التعاسة، وكل ما افكر فيها بشعر بالاحباط. طب ليش بتفكر فيها؟ واي، وقديش مستعد تعمل تمارين او تستثمر في نفسك عشان تطلع من هاي الحالة؟ اكتب 5 جمل مضادة لهاي الفكرة اللي مغلبيتك كتير، اوكي، وقراهم كل يوم 2 على مدى شهر، ستعيد برمجة دماغك. في عدة وسائل على فكرة، فأتمنى انك يعني نكون اقنعناك. مروة بتقولنا المرحلة الانتقالية الفيصلية هو كسر الكمفورت زون. طول ما احنا يا مروة، انا بوافقك الرأي، طول ما احنا في الكمفورت زون صعب نعمل تقدم محرز، صعب نعمل اشي كبير في حياتنا. يعني هذول الناس اللي عملوا تغيير كبير في حياتهم، وفي قصص، في قصص مليان. يعني انا بعتذر اني ما عنديش قصص من الوطن العربي، لاني إلي زمان في امريكا وما عنديش تلفزيون، ولكن انا متأكدة فيه، وانا متأكدة عندنا ناس ناجحة. بس مثلا هون لما تيجي تمسك حدا زي تاني روبنز ولا زي باب براكتر، طب هدول غيروا حياتهم. باب براكتر، عشان نحكي في الموضع المالي، باب براكتر في مرحلة مع أول إشي مش متعلم، عشان الناس ما تقولش معه دكتوراه ولا إشي، ومرحلة معين بقاش يرد على تلفون البيت، لأنه كل هو متأكد كل بتصلوا فيه ديانة بدهم منه فلوس، فما بقى يرد على التلفون، بقى فقير جدا وبقى معدم. وأول شغلة أجته تنظيف، شركة تنظيف، بس بعد ما كان قرأ الكتاب اللي هي Think and Grow Rich، أوكي، وراح نظف، كان بينظف بإيده. حاليا هو شركته بتنظف كل ناطحات السحاب تقريبا في العالم أو معظمها، من أكبر الشركات، وهو مليونير بليونير بتهيألي. وهو بيفتخر بيقول أنا هلأ بعمل فلوس وأنا نايم أكثر ما بعمل فلوس وأنا صاحي. طيب أوكي، صح، هو في بلد فيها فرص، ولكن عندنا برضه طلال أبو غزالة برضه عمل ملايين، وهو ابن لاجئ وابن الفقر كان وابن المخيمات. فإذا شو الفرق؟ الفرق في إرادة زي ما حكت لنا مروة، في كسر للكمفورت زون، في كسر للمعتقدات. كل معتقد بيقول لك لا وما بتقدر بدك تكسره، وبدك تثبت لنفسك إنه لا بقدر.
وهو التفوق على الذات في هاي المرحلة هو قد يكون أكبر الأشياء اللي رح تعملها، وبتزيد الثقة بالنفس. هلأ حالة اليأس وحالة الإحباط هي إيد بإيد بتمشي مع قلة الثقة بالنفس، بالطريق بنفقد ثقتنا بنفسنا، بنبطل متأكدين إنه أنا بقدر أعمل التغيير، بنبطل كل هاي الأشياء بنفقدها تدريجيا. فاليوم قبل بكرة موعد التغيير ناو، هلأ كل اللي بيتابعونا هلأ، الأستاذ مصري أتمنى إنك تعمل نفس الإشي، والأستاذ معن ابدأ هلأ، نقي شو الأفكار هاي ومن وين أجتني. طب أنا هاي هم فكروا هيك، أنا مش مضطر أفكر بهاي الطريقة، في ناس فكرت بطريقة تانية وغيرت حياتها، شو رح نخسر إذا إحنا أوريدي خسرانين والأمور مش ماشية صح؟ فإتس أي ثينك إتس وورث إت. اوكي الاستاذ مصري خلص، هاي ربحنا مع الاستاذ المصري، ما شاء الله اجوبتك مقنعه وانا مستمتع، اهلا وسهلا فيك، واحنا سعداء جدا جدا، انا سعيده جدا بوجودك معانا في البرنامج. خلينا نكمل برضه، اذا احنا اذا ما طبقنا اللي بنتعلمه، ما طبقنا الاشياء الجديده، ضلينا متمسكين في الاشياء القديمه، رح نضل نحصل على نفس النتائج. فباجي انا بحكي مع واحد بيقول لي اه بعرفها هاي المعلومه، طبقتها؟ لا، اذا لا يكفي انك تعرفها، لازم تطبقها. في دعاء على فكره انا من اقرب الادعيه الي، اللي هي اللهم اجعلنا ممن يستمعون الكلام ويتبعون احسنه. انا هاي من اول ما بدات مسيرتي كان معي، بشوف شو الكلام الحلو الكويس، ما عم نكذب عليكم صدقونا، يعني في عشرات الوف الامثله والناس النجحت واللي غيرت حياتها، الناس اللي بقى بيتهم عبارة عن كتلة من التعاسة وأصبح مليان سلام ومليان حب، هاي كلها أشياء حقيقية اللي بنحكي لكم إياها. اللي مش حقيقي الحقيقة أو الكذبة اللي انكذبت علينا، إنه أنت مضطر تضل في الدائرة اللي أنت فيها، إذا هي دائرة عنف، دائرة تعاسة، دائرة فقر، كلياته هذه هي، أنا بتهيأ لي هي الكذبة الأكثر إشي. من وين نبدأ؟ من أكثر نقطة هي مزاجيتك، يعني هاي الأفكار اللي الكل بقولنا هي كوش، هو اليأس إيش هو؟ عدة أفكار بتقولنا إنه الأمور مش ماشية تمام. شو الاكتئاب؟ عدة أفكار بتحزننا وبتشعرنا بالأسى وبتشعر إنه الحياة هاي مش عادلة وإتس نوت فير. هذا هو كل الأمور. طيب بدك تبدأ من أكثر هاي الأفكار اللي بتزعجك، وشو هي، شو بتقولنا هاي الأفكار؟ افصلوا حالكم، يعتبروا هاي الأفكار اللي بزعجيتكم هي العدو على فكرة، مش هو اللي عملها. الفكرة اللي ضل تيجي تقول لي أنت تعيس، لا عن جد على فكرة رح يصير هيك سيلف داوت، رح يصير في حديث ذاتي بيجي يقول لك عن جد الدنيا هيك حلوة، والله شو مفكر الشغلة بهالسهولة، بيصير في حديث داخلي بينك وبين هاي الأفكار، وهذا ما يدلك إنه هاي الأفكار مش إلك، هذه صوت حدا. فافصل بين نفسك وبين الأفكار، بتحاور معها حوار عقلاني إنه آه أنا إذا بضل زي ما أنا خسران هيك هيك، إذا بجرب إشي جديد لو 50-50، لو في نص بالمية إني أتحسن، معناته أنا بدي أروح مع 50-50 منطقياً. فإذا العدو الأساسي هو الأفكار اللي بتقولنا أنا مش سعيد، وليش مش سعيد، وليش بقدرش أغير. هذا هو. فإذا ابدأ دائماً بأكثر إشي مزعجك، وتأكدوا تماماً مش دائماً إحنا بحاجة لتغيير كبير، إحنا بحاجة مرات زي ما قلنا، أنت يمكن إذا عندك بزنس ومش ناجح، يمكن مش بحاجة تغير البزنس قد ما أنت بحاجة تغير طريقة إدارتك للبزنس. فالتغيير دائما بيجي من الذات ومن الداخل. أستاذ المصري أنا مني يائس من الأساس، بس أنا بتعلم وباخد منك. ولا أنا يائسة يا أستاذ، وكل يوم بقرأ كتب، لا مش يائسانة. سعيدة جدا إنك منفتح على إنك تضل تعزز الأفكار الجميلة اللي عندك. ما بتعرفي متى أستفيد من كلامك، 100% أنا معك. ولو كنت يائس هذا ما بيخليك إنسان أقل من الناس التانيين، أوكي؟ هذا بيخليها مرحلة من حياتك وستجتازها لمكان أفضل، بس عشان يعني ما نحسش إنه هذا تهمة. مروة بتقول أوبرا وينفري أكبر مثال للتغيير. There you go. أوبرا وينفري، عشان ما نقولش إحنا في دول المساواة، ما كانت تتعامل بمساواة، هي ستها اللي ربتها، إمها تخلت عنها، أبوها تخلى عنها، وستها كانت تحضرها تكون شغالة.
فالفكرة اللي في راسها بتقول إنه هي لازم تكون منيحة ومتعلمة عشان تشتغل على الناس بيض مناح ويدفعوا لها منيح ويديروا بالهم عليها. هي هاي الفكرة زي الأفكار اللي عندنا اللي بتخلينا نكره الدنيا، ولكن هي ما آمنت بهاي الفكرة. هي صدقت حالها من جوا، كل واحد فينا جوانا إنسان قوي وإنسان ضعيف. هي صدقت الإنسان القوي اللي جواها اللي قالها إنه لا، الحياة أحلى من هيك وفيها حلول كتيرة وفيها أشياء كتيرة ممكن نعملها. كمان معانا مروة، روعة فكرة تسمية الأفكار السلبية بالعدو 100%، لأنه هي أخيرا هي العدو، هي اللي بتهزمنا. إذا حدا هزمنا أفكارنا رح تهزمنا. الأمريكان بقول لك، يعني بيحكوا كلمات مرات يعني تماما، بقول لك get out of your own way، أنت ابعد من طريق حالك. طب أنا شو، كيف بدي أبعد؟ غير أفكارك وغير الأشياء اللي عندك. أهم إشي نبعد أحلام. أهلا وسهلا فيكي. أهم إشي نبعد عن الأشخاص السلبيين والمتشائمين وننظر للجانب المليان من الكأس. شكرا لك يا أحلام. إذا بدك تنجح وتغير حياتك لازم تحيط نفسك بكتلة من النجاح، ناس اوريدي غيرت حياتها، ناس ماشيين في نفس الطريق، ناس مقتنعين بهاي الأفكار الجديدة. وإلا صعب، بيبقى عن جد صعب، مش مستحيل بس صعب. فيش إشي مستحيل، فيش إشي مستحيل إلا اللي بنقنع حالنا إنه مستحيل. لا أبدا، بالعكس، مرات اليأس بيكون مفتاح النجاح. مظبوط، لأنه بيعطينا وقود للاستمرار وإنه ندور على إشي جديد. أحلام، لازم الواحد يآمن بنفسه. بدون إيمانك بنفسك وإنه في جواك إنسان منتصر، صعب إنك تستمر. لأن إذا ما إحنا آمنا وحبينا حالنا، ما حدا رح يحبنا. صعب جدا إنه حدا يآمن فينا أو يحبنا بدون ما نحب حالنا. بنقول إنه الناس تطلعش فينا، بتعطيناش، بدهم أشيانا ننجح. السؤال، هل أنت بدك نفسك تنجح؟ فيش حدا مآمن فيه. سؤال، هل أنت مؤمن في نفسك؟ ما هو أنا يعني مش من العدل أطلب من الناس يعملوا لي إشي أنا مش قادر أعمله مع حالي. فضروري برضو إنه نوصل لهاي المرحلة. It's really important. طبعا هاي النقطة تتمل حديثنا، بنقول إنه نتأكد للأفكار، أوكي، نتأكد للأفكار اللي أدت فينا لليأس من بداية الطريق. طب أنا نرجع، أوكي، نسأل حالنا، أنا بقيت ماشي منيح لحد عمر، حاول ترجع بالذاكر قد ما بتقدر، بقيت أنا ماشي منيح والأمور ماشي تمام، طب إيش خرب؟ إيش صار؟ شو الفكرة اللي أجت دمرتني ومن وين؟ وبدك تاخذ وقت مرات تسال حالك، انا مين حط هاي الفكره في راسي؟ اقول لكم، في اولاد كثير بيجي بقول انا، ما انا اي ام نوت، في مثلا هون خلينا نقول بالانجلش بقول لك ام نوت ا مانجمنت كواليتي، يعني انا صعب اني اكون مدير. مش غلط، في ناس ما بتصلح تكون مش اداريه او هي ما بتحب تكون اداريه، ولكن اذا رجعنا لهاي الفكره من الاساس، هاي بتبقى من زمان جايه، من هو صغير، من أهل، من المدرسة، من حدا قال له إنك يا إما أنت لا تصلح لإشي. كثير إحنا بقول لك، وإحنا للصغار بقول لك هذا بنفعش ولا في إشي، حكمنا عليه بالفشل. لأنه إذا هو صدق هاي الفكرة، خلص حكم حاله بالفشل وباليأس وبعدم النجاح. فديروا بالكم من هاي الأمور اللي إحنا بنقول عليها. كمان إذا تأكدوا من هاي الأفكار، لما تلاقوها اكتبوها عشان تو ايدنتيفاي هاي الـ يعني عشان نحددها بالضبط لهاي الفكرة. لا، أنا بقول ارجع اكتبهم، شوف شو العقل بيقول لك، شو اللي هذا الشخص بتحاور معك، في داخلك شخصين بتحاوروا. اتأكد إنك بتتحاور مع الشخص الصح. في جواك شخص متحمس وناجح وجواك شخص مهزوم. طيب أنو فيهم رح يربح في النهاية؟ اللي بتهتم فيه أكثر، اللي بتهتم فيه أكثر. أستاذ مصري بقولنا الحلو بالموضوع إنه أنت نفسك مش يأسانة وعم تساعدي الناس اللي يأسانة اللي تخرج من يأسها، وهذا بحد ذاته نجاح. شكرا جزيلا لك، وهذا أنا بعتبره يعني مسيرة حياة أكثر ما إنه عمل الحقيقة. وبحب كتير لما أوصل لنتيجة إيجابية مع الناس، أجمل شيء عملته في حياتي. أنا لعلمك يعني عملت شغلات كتيرة في حياتي، اشتغلت أشياء كتيرة، وبقيت أتنطط محل أني ما لقيتش نفسي، ولكن في النهاية وجدت نفسي في هذا العمل. وكان لابد أني أتعب أول وأشقى عشان أخيراً ألاقي هذا المكان اللي أنا فيه، اللي أنا مبسوطة وسعيدة فيه الحمد لله.
احنا قلنا بدنا نلاقي الافكار اللي محطيتنا واللي عملت لنا عدم ثقة. طب انا ليه متردد؟ طب انا ليه ما بوثق في ارائي؟ طب انا مين اللي سبب لي اني اوصل هيك؟ عرفت؟ مش مين اللي عمل فيه هيك، ليش انا قررت اخذ هذا، باي شو الموقف الحقيقة اللي هو سبب لنا انه نوصل لهون. ونيجي لمعن، بتمنى اني اقدر استفيد منك ومن خبرتك، وممكن وضعي صعب شوي بس رح احاول، والان الياس متغلغل بداخلي، رح احارب من اجل السلام بداخلي والتصالح مع نفسي. شكرا لك يا معن، بدي اعطيك نصيحه هلا والخروج من بوتقه الياس، بس لا تبخلي علينا بالمساعده ان احتجناها ولا يهمك، انا موجوده. هذا البرنامج كل مره رح يعطيك يعني شغله كثير جميله، تقدر تشتغل معي 1 on 1، أهلا وسهلا، شيء جميل. إذا ما بتقدر تتابعنا كل يوم جمعة رح يكون في أشياء جميلة، صدقني أول ما تحس إنه في حل، في حل. أنا من ناحيتي بقول لك في حل، بلش تحرك أنت، انسى كل العالم. أنا ما بقدر أساعد حدا حوالي إذا ما ساعدت حالي أول، حتى بلدي اللي حاب أساعدها وأشوفها في وضع أحسن هي بحاجة إلي وأنا قوي مش وأنا ضعيف. فأنا فعلا بدعوك إنه تاخذ وقتك وتساعد نفسك أولا، يعني كون أناني، أنا بقول لك كون أناني على الآخر، ساعد حالك، وبعد ما تساعد حالك إذا قدرت تساعد الآخرين بيكون شيء جيد، بس قبل ما تساعد حالك وتطلع حالك من هذا المجال صعب إنك تساعد الآخرين. الدكتور جمال، أهلا وسهلا فيك يا دكتور، سعيدة إنك بتتابعني. لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس، صعب 100%، لا يوجد يأس، في حلول مش موجودة معك ابحث عنها ودور عليها. أستاذ مصري، يا ريت تعرفينا متى رح تعملي حلقات أخرى حتى نتابعك. كل يوم جمعة الساعة 7 PM Eastern Time. بعرفش من أي دولة بتتابعنا يا أستاذ مصري، قولي عشان أقول لك قديش ساعة عندك تكون. كل يوم جمعة زي هذا الوقت أنا بكون على قناة كنار. المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. أحسنت أحسنت، أنا هذه بحكيها لأولادي دائما على فكرة، المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، فقووا أنفسكم بأي شكل، يوجد حل. هلأ الأستاذ معن بقول لك إذا وصلت لقاع إنه ما ضل إشي وكل شيء سيء، ممتاز، لأنه ما ضلش إشي لتحت ننزل، هلأ ضل مكان لفوق بس نطلع، فإتس جود. أستاذ المصري بتابعنا من الأردن كل يوم جمعة بهذا الوقت، اضبط ساعتك إحنا نكون موجودين، يعني يعطيك ألف عافية، أنت سهران للصبح معناته، فأهلا فيك. كمان أنا عندي قناة على يوتيوب، هاي الحلقة موجودة على كنار يوتيوب، على قناة كنار على اليوتيوب، كنار تي في، وبتكون موجودة على قناتي أنا كوتش ريم أناني بالإنجليزي، كوتش ريم أناني، بتكون موجودة على يوتيوب برضو، بتقدر تتابعني وفي فيديوهات كتيرة ممكن تساعدكم. كمان بدي أقول لكم وأنتوا في رحلة التغيير هاي بتكون خاصة أستاذ معن، كون رحيم جدا مع حالك، أوكي؟ أعطي حالك تايم، تتهمش حالك انك مش منيح، هذا حاله عامه بمروا فيها الناس، ولكن بدي اياك تكون انت المثل اللي حوالي 100 حواليك رح يتاثروا فيك وتغير حياتك. كون رحيم مع حالك درجه درجه، خذ اقل تغيير اعمله وبلش ابني عليه درجه درجه، شوي شوي، خطوه خطوه، واول خطوه ايجابيه بتبين معك بدي اياك تحتفل فيها، اكتبها انه انا بهذا التاريخ صار معي شيء حلو، مشان تبدا الحياه تنفرج باذن الله. كمان خلينا نشوف، بعد 2020 ما في قاع. أحسنت يا أستاذ جمال، خلص شفنا كل إشي إحنا في 2020، الحقيقة انقلبت حياتنا upside down. فما ضلش إشي هلأ، بس إن شاء الله أب بالضبط. الأستاذ معن على ما يبدو بتابعنا من الأردن الساعة الثانية صباحاً 100%، وعلى كلين أنتوا إذا حابين تناموا وترتاحوا تاني يوم بتلاقوها على قناة كنار، اعملوا فولو لقناة كنار الصفحة تبعت الفيسبوك، رح تلاقوا عليها كل حلقاتي، بتقدر ترجعوا تتفرجوا عليهم الأساسية. الدكتور جمال حط لكم شكراً، حط لكم قناتي على يوتيوب، شكراً لك دكتور، very generous كالعادة. وبرضو إذا لو سمحت تحط لنا صفحة كنار تي في، اعملوا عليها فولو عشان كل يوم جمعة تتفرجوا على الحلقة. حلقة طريقك للسعادة هي برنامج تحفيزي،
برنامج يبحث عن السعادة، طريقك إلى السعادة. فكل يوم وكل حلقة إلنا بتاخذك على طريق جديد، بتفتح لك أفق جديدة. إحنا موجودين هون عشان ندعمكم، عشان تعيشوا حياة أفضل، وأنا متأكدة إنه كل واحد فيكم بيستحق حياة أفضل، وباب الاستحقاق ضروري جداً إنكم تبدأوا تفتحوه. أنا بستحق حياة أفضل، اكتبوها، أنا بستحق أفضل من هيك، وأنا متأكد إنه في حل، ومتأكد إني سأجد الحل. هاي الجمل التوكيدية هاي قد هي لحالها تفتح لك الأبواب القادمة. مع مشكلة النوم، يا طبعاً، لأنه طول أنت شاعر باليأس ما رح تقدر تنام. الدكتور جمال حط لكم الكنار at كنار تي في لايف، هاي صفحتنا على فيسبوك عشان تقدروا تتابعونا. كمان قلنا عشان نكمل كل الأشياء اللي حطت لكم إياها، لا تعتقد أن الأمور ستحل بمضي الوقت. إياكم يبقى عندكم مشكلة وتقولوا الوقت بحلها أو الزمن بحلها، بعد سنتين ثلاثة بنرجع بنلاقي حالنا حزينين ومش قادرين نعمل إشي. اللي رح يحلها هي جهدك الخاص، هي أنت طريقتك بالتفكير هي رح تحلها. موضوع إنه الوقت زي الناس اللي بتعيش تعيسة في حياة زوجية 10-15 سنة، واي تقدر تعيش مع نفس هذا الشخص سعيد، بس جيب حدا مختص يساعدك فيها، اعمل استثمار في حياتك. صدقوني ما في شيء بيروح بلاش، الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى سعينا نحو الأفضل. كل ما سعيتوا نحو الأفضل رح تحصلوا على الأفضل. استثمروا بأنفسكم، بعائلاتكم، خد لك سيمينار أونلاين، اقرأ أونلاين، بطل تفرج أخبار ما بتنفعك، لأنه مش قادرين إن إحنا نأثر في الأخبار، بس بقدر أثر في حياتي أنا وفي حياة كل الناس اللي معي. كمان قووا حالكم، يعني لا تستسلموا لليأس، لا تستسلموا نهائيا، ما في يأس، في أخيرا حل، فيش مشكلة واحدة في العالم ما لهاش حل. لما صاروا بدهم يطلعوا على القمر في أمريكا ما بقوش عارفين كيف بدهم يطلعوا، ولكن آمنوا إنهم بيقدروا يطلعوا. طب إحنا مش قاعدين نقول أطلع على القمر، قاعد بقول ده حسن حياتي. إذا هم إذ آمنوا إنهم بيقدروا يطلعوا على القمر وطلعوا، معناته أنتوا بتقدروا تغيروا حياتكم ورح تقدروا. نقطة بس، that's it. فخليني برضو بدي أحكي لكم كم قصة على الناس اللي مش قادرة تنام، بدي أعطيكم شوية شغلات. أخيرا إحنا بنقوله أنت حكيناها إنه أنت بتمر في حالة اليأس، رجاء ما تعمل قرارات كتير قوية ولا مهمة ولا مصيرية، يعني خد take it easy on yourself، لأنه أنت بحاجة لأنك تكون في المايند سيت اللي بيساعدك لأخذ قرار. أوكي اوكي استاذ المصري حاب انه يكون معنا لايف، بتشرفنا جدا وشكرا لوجودك معنا لايف. انا معك لانك بتقدر تطرح الاسئله وبتقدر تتناقش معنا، فاهلا وسهلا فيك معنا لايف. To be or not to be, there you go. اوكي الاستاذ معنا يعني بلش يعمل تغيير اليوم معنا. To be or not to be, that's the question. Yes. مروة ومتحمسين احنا والولاد، وركشوب مستعدين. I'm so excited مروة. I'm really excited. انا عاملة وركشوب للشباب العرب في كندا وفي امريكا، بدعوكم تسجلوا فيه، موجود على صفحتي Your Way to Happiness، وموجود على صفحتي على الانستغرام as well. فهذا هو بالنسبة لليوم، ما فيش اشي اسمه يأس، ولا في اشي انه رايحين نستسلم ولا رح نترك حياتنا. في حل ورح ألاقيه. حط عقلك في مرحلة الراحة، أعطي حالك بريك، ما إلها مشكلة إلها زمان، فمايت أز ويل. روحوا امشوا في الطبيعة، روحوا امشوا في أي محل، ادخلوا في حالة سكون. حالة السكون هي حالة عدم الكلام، يعني نيوتن لما اكتشف الجاذبية اكتشفها هو في حالة سكون. حتى معظم الناس اللي بيعملوا مثلاً أصعب عمليات في العالم بيحطوا موسيقى، نوع معين من الموسيقى الهادئة موجودة على اليوتيوب، وبدخل في حالة سكون نفسي وهدوء وبتجي الفكرة، أو بدخل على العملية ويبدع، بعمل عملية محتاج تاني بعملها. فادخلوا في حالة سكون، ريحوا حالكم. إذا أنت بتتوقع من عقلك إنه يعطيك فكرة خلاقة رائعة، هذا العقل بده يبقى مرتاح، بده يبقى نايم منيح، بده يبقى ماكل منيح، وبده يبقى عارف إنه لا في حل، بس أنت بدي ألاقيه لحاله بيجي، لحاله بيجي، يعني don't force it. تمتع بالحياة، اقعد مع أصحاب بضحكوا، إذا زي ما قلنا ولا بدي أتفرج على التلفزيون بتفرج على شيء مضحك،
اوكي، بتفرج على رسوم، بتفرج على اشي يعني واو، بخليني اشعر انه الحياة فيها امل. احيط نفسك في الناس الكويسين اللي بيقدروا يغيروا الحياة للافضل، وهاي هي الحياة، life goes on. لا حياة مع اليأس ولا يأس مع الحياة، بدناش يأس بالمرة. أتمنى أنه هذا البرنامج يكون طريقكم فعلا للسعادة، وأنكم تلاقوا الحلول لكل مشاكلكم later on، بس لازم تحطوا كل اللي تعلمناه واللي حكينا فيه اليوم محل التطبيق. إذا كوتش ريم عناني بحكي معكم من أمريكا عبر تلفزيون كنار، صوت العرب من كندا. شكرا لمتابعتكم، شيروا هذا الفيديو مع كل أصدقائكم، مليان ناس بحاجة إنه تسمع هذا الكلام وتكون بحاجة إله. شيروا هذا الفيديو، وإلى اللقاء كل يوم جمعة الساعة 7 PM 2 الصبح توقيت الأردن على قناة كنار. إلى اللقاء.